موجز لأهم الأخبار من أورينت، أهلا بكم. اختتام الاجتماع المغلق للرئيسين التركي والروسي في سوتشي والذي استغرق 4 ساعات، أكد في ختامه عزمهما على العمل المشترك في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا. 8 قتلى في غزة، بينهم طفلة، وأكثر من 40 جريحا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في المدينة منذ عصر اليوم الجمعة. وزارة الداخلية الإسرائيلية تقول إن الجولة الحالية من الصراع طويلة وصعبة. اغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس بغارة إسرائيلية استهدفت مقر قيادة المجلس العسكري لكتائب سرايا القدس. قائد فصيل جيش مغاوير الثورة العميد مهند الطلاع ينفي الادعاءات الروسية بمقتل مجموعة تتلقى دعما وتدريبا أمريكيا وتتمركز في منطقة التلف. كانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت شريطا مصورا زعمت أنه استهدف مجموعة مسلحة تدربها الولايات المتحدة في سوريا يوم أمس. مقتل عنصرين من ميليشيا أسد وإصابة آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة كانت في سيارتهم العسكرية قرب حقل صفيان النفطي جنوب غرب الرقة. اعتقلت خفر السواحل التركية 34 مهاجرا سوريا في منطقة مغلا جنوب غرب البلاد كانوا على متن قارب أثناء محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية خارج البلاد، وتم إرسالهم إلى مركز إدارة الهجرة في المدينة. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.